13 مباراه رسميه مع المدرب طارق جريه، فما 10 انتصارات تعادل وزوز هزايم في البطوله، 10 مباريات فيهم 7 انتصارات تعادل واحد وزوز هزايم، سجل 19 هدف قبل 10 اهداف في الكاس، 3 مباريات ترشح من خلالها الى الدور نصف النهائي، وكل مباريات الاولمبي الباجي تم خلالها اللجوء الى ركلات الترجيح، يعني الاولمبي الباجي جهز نفسه لركلات الترجيح اللي هي موجوده طبعا في مباريات الكاس. وطارق جريه يغادر اليوم الاولمبي الباجي بعد حصه تدريبيه اللي يشرف عليها ميشيل تحق بنادي اهلي طرابلس الليبي خلفا لفتحي اجبال، وسامح الدربالي صديقنا وزميلنا هو باش يكون المدرب المساعد لطارق الجراي، في حين من الشق الاخر من الجانب الاخر انيس بوجلبان يعبر عن رغبته في الخروج وعدم مواصله طبعا المهمه التدريبيه نتاعه، ولو انه المنتصر اكد انه الاطار الفني للنادي الصفاقسي بما في ذلك اقص بالذكر انيس بوجلبان لا يتحمل مسؤوليه في الاخصال، لانه فما زاد خلينا نقول عدم لا 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 عدم معناها جديه من بعض اللاعبين في التعامل مع مباريات مثل هكذا الاهتمام والحشم. الحقيقه طارق جريان من اللي جاء بدل الاولمبي الباجي رجعوا فريق معناها ممتع يلعب الكوره، يقدم في حجم تاع اللعب ممتاز، يخلق الفرص، يسجل، ينتصر خارج ميدانه على ميدانه، تقريبا الفريق تغير وقاعدين نشوفوا في فريق معناها اصبح عنده ثقه، وخاصة اللاعبية ليزيتونجي اللي عند أولمبي الباجي عطاو نقلة نوعية لهذا الفريق، والنتائج ماهيش من صدفة، فما عمل نتاع مدرب، فما انسجام نتاع مجموعة، ورغم فما كلام أنه طارق جريان نجم يكمل مقابلة النادي الأفريقي، فمشكون يحكي بالهيئة المديرة أنه باش يواصل إلى نهاية الموسم، لكن الثابت أنه عنده عرض رسمي من نادي أهلي طرابلس ويستعد للرحيل. احنا نلومه بالله نجم يكون هو المدير الرياضي في أهلي طرابلس. احنا نلومه بعد ساعات على الفرق عاد اللي تنحي مدربين. بعد ساعات زاد كيف كيف انت كمدرب اليوم قمت بعمل كبير في باجا، وباجا تقريبا اعطاتك الفرصه من جديد وتالقت معها واسمك طلع، ما انت في الوقت هذا مش معقول باش مدرب يخلي جمعيته وقت فيها بامس الحاجه ليه، انا هنا ان شاء الله ان شاء الله ما لكن يقولوا لك عرض مالي خيالي بالنسبه لي ست سبع مرات اللي يخو فيه اكيد انت في بلاصه تمشي ولا عاد انا ما نمشيش بكل امان لا لا ما نمشيش فما مبدا فما حسام يمشي يضحك قاعد يكح انا ما نمشيش لا لا عندي مبدا لا الانسان شوف اللي عنده مبدا اللي عنده مبدا برشا دي زونتينور هو اسمع هو سامحني اتفاعل معك عبد المجيد المبادئ على اهميتها ما تاكلش الخبز تنجم تمشي جزار اليوم ولا باش تمشي للكاري تقول راه عندي مبدا وراني صاحب كلمه وراني مريقل وراني منضبط وراني فيدال وجيبك فارغ زاد فما هكا وهكا لا فما مدربين ما عندهم مبدا وجيهم معناتها عروض كبيره برشا وما يتخلفش ما فماش مبدا لا 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 فما المبدا عنده حدود المبدا عنده حدود علاش تبدا مع بيان سور اذا انت مدرب ماكش تاخذ في الراتب نتاعك وماكش تاخذ في حقوقك ما نتوقعش على المبادئ تحكي باش توكل اولادك بالمبادئ بشكلها ما نتوقعش كم النتائج اللي عم فيها ماناش نحكي على الاكزومبل تاع الاولمبي الباجي بشكل عام اي انسان كل واحد يخدم وما يخلصش ما تنجمش تقول لي نحكي بالمبدا كل واحد المبدا نتاعو انا حدود السؤال انا عندي مبدا ما نغيرش فريقي ولو بمال الدنيا الدنيا مش فلوس عياري او يضحك وش اسمه وحسام ممكن يحبوا برشا فلوس انا لا فهمت يا عياري حياتي حياتي مبدئيه